عرفنا ان انت جامد 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 جامد. ايه يا عم مالك؟ شفت اللي حصل معايا يا نور؟ ايه اللي حصل؟ مس ميرفت يا نور. مالها؟ رحت لها امبارح وواجهتها وقلت لها انا بحبك بحبك وعايزه اتجوزك. وقالت لك ايه؟ قالت لي انا ما بحبش العيال. قلت لها انا مش مستعجل على الخلف. صح والله عندك حق. بص انا اتفرجت على حته فيلم امبارح. فيلم ايه؟ عمر وسلمى. ده بتاع مين ده؟ تامر حسني ومس حمدان. مس حمدان؟ ودي بتدرس ايه دي؟ بص انا احكي لك حكايه بقى. فكني بقى يا نور بقى مخنوق يا نور. بص يا سيدي انا كنت ماشي كان في اتنين ماشيين برضو معايا تمام. اول واحد بقى كان ايه؟ كان ايه ده؟ لا ده كان كلب معدي في النص عادي مفيش حاجه. بس يا سيدي فاهم الاولاني عمل ايه بقى؟ اتصالحوا خلاص. انا بتفرج على طيور الجنه يا نور. لا يا نور انت مش فاهمني يا عم. ولا انت فاهمني ولا انت. هي مش بتحبني. المزيكا خلصت هنعمل ايه؟ لا نعيدها من الاول عادي ما فيش حاجه. يا سلام. شايف البامبرز اللي انا لابسه ده كبير ازاي؟ ايوه بقالي 3 ايام بعمل كل حاجه فيهم كفي عادي. ايه يا عم ده؟ امال اللي بينقط ده؟ لا ده بتاع التكييف. والله يا عم انت عسل. والله انت اللي عسل. ربنا يخليك. احنا نبقى اصحاب بقى. ليه ما نبقى اعداء؟ نبقى ايه؟ اعداء. ايه الطفل ده؟ الطفل ده اعداء ليه يا ابني؟ احنا لسه في اول يوم في الحضانه نبقى اصحاب. ماشي ماشي. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي شعبان. ايه ده؟ في اب يسمي ابنه الطفل البريء الصغير شعبان؟ يا عم انا هفضل طفل من اكيد هكبر. لا لا انت باباك عايز يعقدك. يعقدني ايه يا عم؟ امال انت اسمك ايه؟ اسمي نجفه. انا مش هرد عليك. لا لا ده الدلع. انما الحقيقي هشام. شام. شام. بقول لك ايه ده؟ ايه انت مال سنانك صفره كده ليه؟ لا يا عم الصفره. لا انت بتاكل حلويات. لا والله العظيم. لا دي مش شوكولاته. والله ده مش شوكولاته. والله مش شوكولاته. والله ده مش شوكولاته. مش شوكولاته. والله لا. امال من ايه؟ من السجاير. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل اللي انا قابلته في الحضانه ده؟ يخرب بيتك سجاير. خد اقول لك على حاجه. بما اننا بقى بقينا اصحاب. قول قول. انا هقول لك على سر خطير. قول. انا في واحده بحبها قوي قوي. وهي بتحبك؟ بتموت فيا. يا لهوي. اقول لك على سر اكبر. قول. بستني. البت دي معانا في كيجي 2؟ لا في رابعه حقوق. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل الاسطوره اللي انا قابلته في الحضانه ده؟ يا حول الله ده انت غريب قوي. لما انت في كي جي 2 وبتشرب سجاير وبتبوس بنات، اما لما تبقى في ثالثه ثانوي هتعمل ايه؟ هتزرع بانجو؟ يا عم بانجو ايه يا عم انت؟ انا على فكره حبيب الله. بجد؟ والله. ليه بتعمل خير؟ خير ايه؟ مش الاطفال احباب الله؟ ايوه. انا طفل ابقى حبيب الله. صح. وانت؟ انا حبيبه العدلي. امال انت فاكر ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص المدرسة جه يلا نروح. يلا يلا.
اركب اركب، بقول لك اركب وانا هعمل السواق. ماشي تمام يلا يلا. ايه ده ايه ده، وقفت ليه؟ اشاره. اشاره ايه ده؟ كمين يا ابني؟ طب ارمي بقى الوزن التقيل لنتقفل. انا مهما تخنت رفيع وانا مهما عليك مش فوق. يا جيزو. ايه يا يوسف؟ تعالى بقى انا جاي اهو. ما يستهلوتي ما يستهلوتي ما يستهلوتي. يلا بقى نشغل اغنيه حلوه كده ونقعد نرقص عليها. لا لا انا مش هسمع اغاني تاني خلاص، الاغاني دي حرام، كل يوم تسمعني اغاني وتطلع حرام واخد ذنوب. لا 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 الاغنيه دي مش حرام. لا طب بص لو طلعت حرام قول لي هقفلها على طول. ماشي. خلاص استغفر الله العظيم يا رب. يا عم انا خلاص كل يوم بتسمعني ذنوب واغاني، انا مش عايز اسمع اغاني تاني. والله انت عقدتني في نفسي. طب اغنيه امبارح كانت حرام ليه بقى؟ يا سلام، وانت ما سمعتش كلامها؟ قال في البحر سمكه بتزق سمكه. ايه اللي في الادب دي؟ المفروض السمك ينسي باحترامه ومفيش اختلاط. قالوا عصبت واقف صياد بسبكه. صياد بشبكه. ده صياد بقرون اللي واقف ينظم في المليطه دي. استغفر الله العظيم انا مش هسمع اغاني تاني خلاص. على فكره يا دي انت يا انت انت يا دي انت 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 متطرف. يعني ايه؟ يعني ارهابي. يعني البوليس هيجي ياخدني من البيت كل يوم زي بابا؟ طب وبعدين؟ ما تقلقش خلاص، اصل انت صاحبي، هروح ادافع عنك زي ما بابا بيدافع عن المجرمين، واقول له يا سيد القاضي سيب زيزو ده صاحبي والله ومعاه في الكلاس وحلو ومش بيعمل حاجه والله سيبه كده. الحمد لله الحمد لله. انت حبيبي، انت صديق وفي، انا اصلا فخور ان انت صديقي، بثق فيك. مالك انت طويل قوي يا عم؟ طويل ايه ده، انا بالنسبه لعيلتنا عادي اصلا كذب. ده انا اخويا الوسطاني من كتر ما بيخبط في النجف وسطه بايظ، وبابا مش بسوفه بقى، بسوف ركب معديه في البيت. والله عيله غريبه. طب هو بابا مش بيبوسك كل يوم وهو نازل رايح الشغل؟ ساعات بقى، بس بطل اطلع له في السباك وهو ينزل الشارع يبوسني ويمشي. امبارح واول ما شفتوش ليه؟ ماما كانت ناطره الغسيل والبوكسر بتاع بابا كبير قوي، قفل العماره كلها، ما حدش عارف يروح شغله بقاله يومين. ايه ده ايه ده زيزو والنبي، طب ممكن ابقى اجي اتصور وانا باكل باباك؟ ان شاء الله. انت عارف مين اللي بيصعب عليا في العيله دي؟ مين؟ ماما. ليه؟ قد كده بندوس عليها غلط واحنا ماشيين. معلش بقول لك ايه، يلا بقى نلعب لعبه حلال بقى. يلا يلا نلعب تسابيح. تسابيح؟ انت تسبح وانا ادي عليك. يلا 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 دي. بس خلاص ما تعيطوش، اللي عرفت ان ما حدش هيلعب لنا. يلا نلعب. ولا يا نور ايه؟ ما تقولش لشعبان ان انا مستخبي هنا. ها حاضر. ولا يا نور ايه؟ ما تقولش لهشام ان انا مستخبي هنا. ها حاضر. قلت له ليه يا حمار؟ هات. ايه ده؟ ولا شعبان؟ ياد يا شعبان، هات ياد السندوتش ياد يا شعبان يا. هات حتة ياد يا شعبان يا، ما يبقاش كده يا. هات حتة ياد يا شعبان يا.
هات حته يا ده شعبان يا حته صغيره يا ده شعبان يا ده شعبان هات حته يا يا ده شعبان يا ما تبقاش كده يا يا ما انا بديك يا ده حته يا ده حته صغيره يا ده شعبان يا شعبان يا ده قول لهم يا ده شعبان يا ما يبقاش قلبك اسود يا شعبان هات حته يا شعبان يا ده هات حته يا ما يبقاش قلبك كده يا ده هات حته يا ده احنا لسه مصاحبين يا ده هات حته يا يا ده هات حته يا ولا يخرب بيت ايامك خد يا عم يا ابن الكبل الطفل ده الطفل الاعجوبه ده خرب بيت ايامك عايز ايه بقول لك ايه انتوا صيفتوا فين السنه دي احنا صيفنا في مارينا ايه ده بجد اه والله احنا صيفنا في مراسي قذره مارينا احلى لا مراسي احلى مارينا مراسي مارينا مراسي ولا يا نور ايه انتوا صيفتوا فين السنه دي احنا صيفنا في راس البر ايه ده دي غابه دي ولا ايه دي حته احلى من مارينا ومن مراسي بس عشان انتوا ما رحتوهاش يا اخويا يا عم اتنين ايه ده انا اصلا عمري ما سمعت عن حته اسمها راس البر دي لا في اصل بابا كان عنده ندوه شعريه هناك وخدنا معاه ايه ده انت باباك شاعر اه انا بابا هشام الكخ ايه اه يا لا وانت باباك هشام المخ اه والله ده انت بقى جامد قوي زي ابوك ايوه بص لسه كاتب قصيده هسمعها لك يلا ماشي راس البر يا راس البر انت زيك بعد الشر نقول تاني لا راس البر يا راس البر انت زيك بعد الشر جايلك حابب مش مضطر قمت صحيت الجو حر قلعت البنطلون شيء بديهي هو ده الشعر اه طب على فكره احنا بنعرف نقول شعر الباباك هشام واحسن منك 100 مره لا ما بتعرفوش والمصحف بنعرف طب وريني قول له يا شعبان يا اقول له قول له ايوه بخير الشعر ده اللي بالشعر بص بقى راس البر دي من الاخر شفت بنقول شعر ازاي راس البر دي كلمه عيب ايه لا راس البر مش عيب راس صدر هي اللي عيب معروف اعرف بقى المناطق العيب مش اللي من العيب عشان انا مش هسافر معاك مش هقعد اسافر معاك حاضر انت عارف يعني ايه راس البر اصلا ها عارف يعني ايه راس البر ما عرفش ما عرفش ما عرفش ما عرفش بص بابا ايه ده جاب لي معاه سيف بينور وبيطلع اصوات يا نهار ابيض بيطلع اصوات اه طب طلع علينا صوت كده بص بيعمل بيت بوكس ازاي ورينا ايه السيف المعفن ده ما بيطلعش اصوات نظيفه لا بيطلع طب طلع علينا حاجه نظيفه منا 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 كده حرام لا 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 كده حرام لا لا لا
لا ده حرام. اقعد يا دي اهبل انت يا عم، اقعد اتنيل على عينك. هو في سيف بيعمل الهبل اللي انت بتعمله ده؟ قال ايه القرف ده؟ بقى انت بس اسلي كده ليه يا دي انت يا؟ انت ابوك مين على البصه دي بقى؟ انا بابا محمد رمضان. ايه ده؟ الممثل؟ ثقه في الله هننجح. ده ما شاء الله ده محفظك بقى تقول ايه؟ ايوه. طب بقول لك ايه، باباك محمد رمضان فعلا؟ ايوه. مش ده اللي بيقول اديك في المطر اتمطر واديك في رمضان بيبسي يفطر؟ ايوه يا عم هو ده بابا. ده جامد قوي. انت باباك مين؟ انا بابايا دكتور. ده بيدي ايه؟ ده يديك في الحقنه تعيط. اه والله. خلي بالك. ماشي. من الاخر. بقول لك ايه ده شعبان؟ ايه؟ هات ميه ريق ناشف يا ده شعبان يا. يا ده شعبان يا. يا ده شعبان مالك ماسكها كده ليه يا ده شعبان؟ يا ده شوية يا ده ريق ناشف هموت من السبعة في المدرسة يا ده شعبان يا. يا ده بق ميه يا ما يبقاش قلبك كده يا. يا ده الميه سوام يا. يا ده شويه يا ده شعبان. يا ده شويه يا ده شعبان. يا ده ما تبوسهاش يا. هات شويه يا. يا ده هات خمبه يا. يا ده هموت يا. يا ده هات شويه يا ده شعبان. يا عم. يا ابن الكعب يا منتن. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نرمي الميه اللي جوه الزمزميه. أيوة. ونحط خمره. ايه الطفل ده؟ ده طفل عدى كل الاعاجيب يا عم. اقعد بقى يا عم. نايل على ايه؟ والله انت دماغك دي هتوديك في داهيه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هات الزمزميه. والمصحف ما تاخدها. خد يا دي الزمزمية يا. لا. خد يا دي الزمزمية. خد يا دي الزمزمية. يا يوسف يا يوسف يا يوسف يا يوسف. ايه ايه عايزة ايه؟ بقول لك انا زهقانة وعايزة اخرج. تعالي تعالي نروح السيما. ماشي تعالي نخش فيلم عنتر وبيسا. ايه الانحطاط الاخلاق اللي انت فيه ده؟ فيلم امي يا عم. امك مين؟ صافي ناز. يا بنت الجامدة. ايه ده بس مش هينفع نخش برضه. طب نخش فيلم الحرب العالمية الثالثة. لا لا. فيلم ابويا يا عم. ابوك مين؟ الثلاثي هشام وفهم وشيكو. لا مش هينفع مش هينفع ندخل الفيلم ده. اقول لك على حاجة حلوة. ايه؟ ندخل الفيلم بتاعك انت. فيلم ايه؟ الفيل الازرق. انا مش هلعب معاك تاني. ليه بس؟ والله ما هلعب معاك تاني. والله الفيل حلو. يلا يلا. قالوا نلعب. نلعب. فتاحية وردة. أبني يا وردة فتحي يا وردة أبني يا وردة. هنا وردة وهنا وردة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي مش بتتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ مانا مانا لا 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 مانا مانا لا 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 لا. عطر عطر عطر. اي انت سايبه الشارع كله ماشي على القضيب يا غبيه. حسبي يا وليه رجلك يا غبيه يا بنت. عيني على اللي فوق كتفه وبوم جبلي. يا غبي قوم يا غبية. لا برا يا غبية.
هتفرقع اجري. تعالوا عايزه اروح الحمام مش قادره حمام. طب امسكي نفسك كده هتزروقي الدنيا وترتشي علينا كلنا. مش قادره لازم اروح الحمام دلوقتي. ايه القرف ده؟ حمام ايه بس وبتاع ايه؟ وبعدين النيس مش موجوده ما ينفعش تروحي. وربنا ما اقدر لازم اخش الحمام. طب خلاص هو انت مش لابسه بامبر زينا؟ صحيح. ايه ده؟ انت بتلبسي بامبر زينا؟ بجيب اتنين وبفتحهم على بعض زي فقتنا القديمه. طب خلاص يلا اعملي. ماشي. جالي خبر حلو؟ بابا عنده شنب وماما عندها شنب. يعني بقى ايه؟ انت امك؟ امال ايه بقى الولاد عندهم شنب؟ الولاد عندهم شنب عشان هيبقوا ظباط، انما البنات هيبقى عندها شنب ليه يعني؟ هيطبخوا بيه؟ طب ما انت امك عندها شنب وما كلمتكش في حاجه. يا بنتي احنا عيلة ملتزمة جدا، دي تيتا الله يرحمها كانت دقناها لحد هنا. يا حلو يا شنب. ايه ده انا بتشقت بقى. لا بصي انا ملبس شنب عشان ابقى ظابط زي بابا. انت ولا عمرك هتكون ظابط. ليه؟ لان الشنب ده مزيف. ايوه انت لازق الشنب ده. لا بتاعي ده وهم. شنبي سراب. لا اقلع الوهم ده. لا مش هقلع الشنب. انت ايه؟ انا هبقى ظابط زي بابا. ظابط. انت عارف بقى انا ايه؟ ايه؟ انا هبقى مدرسه زي ماما واعذب الاطفال. وانا هبقى ظابط وهنفخ مامتك وهنفخ الاطفال وهفسيكي. يعني ايه؟ امك. اسمعني يا باشا. انت هتدخلي لي قفي يا بنت؟ يا شباش. امي كانت فين من الساعه 7 ل7 ونص وانا واقف بستناك؟ كانت انت فين؟ قلتني يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. قدامي يا بنت على الاسم. قدامي على الاسم. اسويش رامي. امرني يا باشا. اعملي فنجان سيريلاك على ميه ساقعه. حاضر. الغي يا اموره. انا بس اقول على كل حاجه. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكمان زيد النبي صلاة. أفضل صلاة وسلام عليك يا نبي. ماما يا سيدي. هيا بقى إيه؟ في ولد جاي من مدرسة تانية. الولد دوت أمه بتشتغل نجارة وبتبني عمارة. شوفي الشطارة. المهم يا باشا، اسمي على مقامك. عمته بتشتغل توظيف واسمها سميرة وإيدها كبيرة. عليك نور يا باشا. هي دي حكاية ولا حدوتة ولا إيه؟ يا باشا ده لغز. لغز؟ أيوه كل ده لغز. يا حسن يا باشا. بس يا بنت. قادر يا باشا. وأي كلام في الببرونة كده؟ يلا يا بنت قولي. أقول يا باشا. المهم هيا بقى ماما قاعدة مع أمه وأبوه وبتقول لهم هو هيحصل له إيه في المدرسة بتاعتنا. أذكر كم عدد كلمة ماما في هذه الحكاية؟ الله دي حدوتة حلوة حلوة قوي قوي. قومي يا بت. يا بت بتهزري معايا يا بت؟ بتهزري في التحقيق؟ بص يا بت
تعالي هنا. مش عايز اشوفك صدفه. هو ايه اللي هلففك كعب داير على الكلاسات؟ حاضر يا بت. اختفى يا بت. مش بت. ايه ده راحت فين؟ حلوه اللعبه دي. كراوية ده حرام. حرام ليه بقى؟ ما هو مش بيعمل في البيت. لا بيعمل. ايه ده افيه؟ بجد بيعمل؟ بس انا بغيره. ده حرام حرام عشان ده اصنام. ويعني ايه اصنام بقى؟ مش عارف، هو بابا قال كده، هو حرام. يا عم انت بقى كل حاجه ابوك هيقول لك عليها تقول لنا احنا كلنا ولا ايه؟ بس يا تعبان عشان انت وباباك والسبكي هتخصوا النار مع بعض. ان شاء الله. يه هي كل حاجه حرام يا دوي ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تمسكوش ولا تلعب بيه. ماشي. ايه بقى السلاح ده؟ ده سلاح التلميذ. لا يا عم ده متوت جزء من شخصيتي. هو حرام يعني حرام. بقول لكم يا جدعان الواد ده والله العظيم شكله في ثالثه ثانوي ومش في كيجي 2. ايه رايك بقى انت زي ما قال بابا قبيح شبه اهل النار. طب تعال والله لا تقلق. ايه ده ما تتلبوش بعض كده بس بقى وانا مش موجود. خلاص 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 ما تتخانقوش. بصوا معايا. مصاصه. مصاصه. انا كمان. المصاصه حرام. لا هي مش مستحبه. بص الثاني بقى احمر ازاي. بس بقى عشان انا زعلان بقى. انت ليه زعلان بس؟ ده انا حتى هغني لك. لا بس بحب الغنى. غنى حرام. هاتولي اكل. من شكرا. ممكن بقى ممكن تغنوا بس تغنوا حاجه حلال يعني تواشيح كده حاجه خفيفه. يلا 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 نغني. قطتي صغيره واسمها نميره شعرها طويل ذيلها ثقيل. ايه ده ايه ده؟ دي مش بتتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ قطتي ياه قطتي ولا ايه؟ مش صغيره. مش نميره ولا ايه؟ مش صغيره ولا ايه؟ مش نميره ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه مش صغيره ولا ايه؟ مش نميره ولا ايه؟ قطتي ياه قطتي ياه انا مش صغيره بس مش نميره. انا مش صغيره. انا بقول لك اهو. ما اسميش نميرة. انا بحذرك. انا بقول لك ايه؟ استنى انت من فضلك. استنى انت من فضلك. حسام حسن لعب من غير خط. انا بقول اهو. هو ده كي جي 2. ايوه هو ده. هو ده الكلاس. هو ده الكي جي 2. كي جي 2 هو ده. طب اوعى تابع يا عم. طيب يا عم الله الله ده وحش قوي الكلاس ده. الله وفي ناس وفي ايه ده وايه ده ويا ويا ايه ده ايه ده كمان. الله ايه ده؟ هو ده لبس برشلونه؟ لبس برشلونه. وعندي كمان اللبس بتاع اس ميلانو وعندي اللبس بتاع البرازيل وعندي اللبس بتاع غزل المحله. ايه ده انت عندك بقى كل الملابس؟ وعندي اللبس كله اصلي مش مثلا تقليد من اللي هو بيجيبوه. لا اصلي مش اللي هو تقليد يعني عارف اللي هو بيبقى اصلي مش اللي هو مثلا تقليد وكده. لا اصلي بقى كله. كل لبس بيبقى اصلي مش تقليد بقى. طب هو انت ليه مش لابس لبس المدرسه بتاعنا؟ عشان عاوز كده لان انا بابايا قاعد مع المسات ومع المساطر وقال لهم ان انا عايز اقعد البس اللبس اللي انا عايزه وهم قالوا له خلاص هو يلبس اللبس اللي هو عايزه عشان هو انا عندي اللبس كله لان هو بابايا هو قاعد مع المسات ومع المساطر. في
توما. انت باباك بيشتغل ايه؟ انا بابايا سيد ابو كريكه. اللي هو بيقعد يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا، كل شويه يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا، وفي واحد اسمه شريف اللي هو باباه برضه اللي هو كان جون، ويقعد يحدف عليه الكوره كده كانه بيبصيها، بس هو بيجيب فيه جون فينا اجوان. بابايا اللي هو بقى ايه بتاع المنتخب. ايه ده؟ باباك بيجيب اجوان في المنتخب بتاعنا؟ ما مش عارف يجيب في المنتخبات التانيه. طيب كويس. وهو اعتذر. اصلا اعتذر اللعب خلاص. امال ايه؟ بس انا بابايا ايه؟ وانتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مريم بنت مسلمش صاحبة الفصل. انت مين؟ انا مريم بنت مسلمش صاحبة الفصل. ايوه عن اسمك ايه؟ بنت مين؟ مريم بنت ميس وميس وحسن. ومين كمان؟ انا هشام. هشام ازيك؟ الحمد لله. وانت ازيك يا هشام؟ انا الحمد لله. وانت عامل ايه؟ انا كويس. اخبارك ايه؟ ازيك يا هشام؟ الحمد لله. الحمد لله. ننزل ولا ايه؟ تيجي ننط في البحر؟ هشام ازاي؟ الحمد لله. وانت ابن ميس من الميس؟ متعبد الفرد. انت ابن ميس من الميس؟ انا ابن ميس من الميس. ابن مين؟ ابن ميس لمين؟ بتاعت ايه في الفصل؟ اللي هي صاحبة الفصل. يا صاحبة الفصل كله؟ وانت عامل ايه؟ عم تشتغل ايه مثلا؟ انا بشتغل ايه؟ انا لسه. انا بابايا هو اللي بيشتغل. باباك بيشتغل؟ بيشتغل ايه؟ دكتور. لا راجل. والمتعب. لا راجل. هو والله العظيم بيشتغل دكتور. دكتور اطفال نساء. يعني بيعالج البنات صغيرين؟ ايوه. لا انت باباك جامد قوي. هو عندكم مين كمان؟ والواد شعبان صاحبي ده متشرس. لك يا شعبان. انا شعبان وماما حامل. مامتك حامل؟ متخبي الفلوس تحت الكومودينو. طب عندك اسرار تانية عن بيكو؟ برشم واجيلك. برشم؟ فظيع، طفل فظيع. ايه ده؟ والله طفل بس ب 100 راوي. وعندكوا حد تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاكره اتش. هو ده؟ ايوه. لو مين؟ انت عزمي. عزمي مين؟ صاحبنا من زمان قوي. من زمان قوي احنا في كيجي 2. مين اللي هو؟ مين انتوا؟ كنتوا فين؟ فاكر لما كنا بنغني مع بعض؟ ايه؟ اللي هي الاغنيه اللي بتقول البطه بتقول كارك والقطه بتنونو والمعزه بتقول ماء والكلب بيهو هو 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 هو. ده مش فاكركم. ايه ده؟ لا انا عارف اللي هو العيال اللي كانوا معايا لما كنا بنقعد نغني وبنقعد نقول الكلب لولو يا ما قالولو بلاش تعض قط الجيران نو نو لا قط شاطر ناصح وماهر وكمان بيصطاد الفيران هاو هاو ايوه هاو 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 ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه صح احنا اللي كنا فاكرنا بقى. لا فاكر خالص. بص وانا بقعد العب بالكوره ازاي واللي هو من غير ما ابص عليها وبص ممكن اشوط فيكوا كامل كده وما تجيش في حد خالص. وانا مش علمك. عزمي انا اميره. اميره انت مين؟ انا اميره وماما رقاصه. مامتك رقاصه؟ طب قولي مصاصه. مصاصه. امك رقاصه صح مش هي دي؟ وانا يوسف وبابا محامي. باباك محامي؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. وانت طفل؟ يا بختك، ده دور الطفل ده صعب قوي. حسيت باللي انت كنت عامله فيا؟ بس خلاص جيتولي في ملعبي. يعني اعرف اعمل طفل كده؟ اعمل. يعني ازاي طيب؟ بص اعمل كده ويي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 
هي كده بس؟ بس خلاص. يعني كل ما ابقى عبيط اكتر ابقى طفل يعني. يا اهلا، ازيك يا طفل؟ الحمد لله. انت باباك ايه؟ انا بابا محامي. بجد؟ والله. اللي هو بيقف جوه البتاع؟ ايوه بيقف جوه البتاع. وبيقعد يقول لنا مصر. ايوه. وعايزين له مش اعدام. يا ومين عندكم تاني؟ انا زياد، وانت هتخش في النار. اخش النار ليه؟ عشان عملت ايه طيب؟ عشان الكوره دي حرام. حرام ليه؟ عشان كوره كفر. ربنا يغفر لك. ايه ده يا طويل؟ وانتوا مين تاني؟ انا بابا ظابط. وانت اسمك ايه؟ انا الرائد كريم، رائد الفصل. ايوه ذكرك كريم. عامل ايه يا رائد كريم؟ الحمد لله. يا وشنب بجد. مش يا عم الحمد لله. تعالى بقى. اي حاجه تعوزها قول. ده فصل حلو قوي. انا سميه. وانت سميه؟ وبابا وماما مسافرين بره مصر خالص. يعني انت قاعده لوحدك؟ انا والدادة بتاعتي. طب وزعي الدادة بقى واجي لكم بقى. ها ماشي، تعالى ذاكر معايا. قال يعني نذاكر يعني. ماشي يا سميه. ماشي. حاجي يبلغ الاسعاف بسرعه. قتلونا وتوه. ايه ده؟ ايه اللي حصل له؟ انت بتقول ايه اللي حصل له؟ بصوا ابعد 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 عشان البصمات. محدش هيتحرك. انا بقول لكم اهو لحد ما نلاقي مين اللي قتل كلاوي. قولي لي يا ليلى، الواد ده كان عليه اعداء؟ عليه اعداء؟ لا خالص والله، ده كان طيب. ايوه يعني اتخانق مثلا مع بوجي، مع طمطم، مع عالم سمسم؟ ما هو عالم بقى. لا وهو انت فاكراه طيب؟ ممكن ما يبقاش طيب يا حضرتك. بص يعني هو ممكن يبقى مثلا اللي هو ده يكون مصاحب باربي. وبيقابلها تحت السرير وانت مش واخده بالك. الدباديب دي عليها حركات، قال عاملين لعب يعني، بس هم مش لعب. لا 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 حقيقي. لا كرابيا ما كانش كده، كرابيا كان طيب ومحترم خالص. لازم التحقيقات تبقى سريه، دي اعراض دباديب. انت صح يا صاحبي، وعلى راي سيد شيبه الله يرحمه، يا روح ما بعدك روح. سيد شيبه الله يرحمه؟ الله يرحمه. يا وعمل ايه؟ مات خلاص اتدفن. يا حول الله. طب وهنعمل ايه في الدبدوب ده؟ لا لا لا، هو ايه السريه دي؟ اصلا في حاجه اسمها حريه صحافه. مفيش الكلام ده يا بت. لا في. مفيش الكلام ده. لا في. ايه ده؟ انتوا عمالين تتكلموا وتهرجوا وسايبين كراويه بيروح مني. وانا مش هنتصل بالاسعاف، احنا نشوف اي دكتور هنا. مش انتوا عندكم حد بابا؟ أيوة دكتور. مين بابا دكتور؟ هشام. بابا دكتور يا هشام. هشام. ايوه هشام، انت باباك دكتور؟ ايوه انا بابا يا دكتور. ايوه انت ايه، كبرت مره واحده؟ هشام. ايوه هشام انت باباك. هو دكتور؟ هو يا دكتور. ايوه ممكن اتصرف في الموضوع ده. ممكن نشوف ايه ده اول؟ انا مبدئيا يا بنت الشرط. ماشي مش هتخلص. ايوه خلاص. مبدئيا قبل ما انزل كده الدبدوب ده محتاج نقل قطن. عشان تبقوا فاهمين، استنى اما اشوف فصيله قطنه ايه ده بقى. يا نهار اسود. لا انا مش هعرف اكشف كده، انا عايز السماعات لو سمحت. السماعات. مانا مانا لا 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 مانا مانا لا 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 لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مساعد حمار على فكره. هو مساعد حمار؟ يعني هو مساعد حمار؟ هو مساعد حمار فعلا. هو بيساعد مين؟ انا. وهو مساعد حمار يبقى انت ايه؟ يبقى انا حمار معروف. انت عادي فرحان. انا راجل يعني، وانا اخبي الحمار يقول على نفسه حمار؟ طب ممكن حد يقول له يا حمار؟ يا سلام. الدنيا ابن السما. ادي الحمار السما. ايوه هي دي. يا سلام. الحاله صعبه. يا نهار ازرق. ايه الدبدوب ده اتقتل؟ يا نهار اسود اتقتل.
يا جدعان يا جدعان مفيش حد خرج ولا دخل من الفصل، يبقى اكيد اللي قتله موجود هنا. لا عزمي عزمي يا نهار انا يلا نهرب يا هشام. لا يلا بسرعه. امال قلت لا ليه؟ عزمي ايه؟ لا بقول لك ايه، انا بابايا هداف المنتخب، انا ممكن اخليه ما يجيبش جوان. انا بقول لكم لا لا يا جماعه حرام عليكم، ده عزمي حتى طيب واحنا واقفين بنتكلم معاه من الصبح. صح مش كده؟ يبقى انا خلاص بقى هاجي لكم خلاص. أوه. يا جماعه يا جماعه انا عرفت مين اللي قتل كراويا. مين اللي من ساعه ما دخل وبص عليه قال اصناف اصناف اصنام يا حمار اصنام، وبعد كده انا قلت اصنام اه، بس انا واقف معاكم من ساعتها، انا ما عملتلوش حاجه. ايوه بس انت ما بتحبوش من ساعه ما شفته. وماله يعني؟ ايه ماله يعني؟ ايوه ايوه انت ما بتحبهوش، وانت اصلا سرير، وانت نوتي 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 كده. اه طب بص بقى، انا اللي قتلته وعشان هو حرام، واي حاجه حرام في الفصل ده انا هقتلها. بس خلاص اعترف، والاعتراف سيد. بس خلاص هو فين؟ ايوه اعتراف. ايوه اعترف على نفسه خلاص. ايوه والتانيه ايه؟ مع سبق الاصرار. ايوه والترصرص. ايوه صح. يبقى هنقبض عليه ولا ايه؟ لا نقبض عليه بسرعه. يلا هتوه. باباك محامي؟ اه انا بريء. يلا هتوه. انا بريء. اطلع كنت عايز تهلب. اطلع. بس هو لازم نحاسبه دون. اقعد. لازم نحاسبه. سامي جارنا. آه يا جراوية، ده احنا كنا بنخرب مع بعض، بنرل مع بعض، بنستمع مع بعض، ده احنا نزلنا البسين مع بعض مرتين. مش مشكلة، المهم ان احنا ما نتقفاش. ايه ده يعني ايه ما نتقفاش؟ معرفش، بس ماما دايما بتقول العم سامي جارنا. انا زهقت منها على الاخر، بس بصي خلاص هيجي لها اخر الشهر وهيحكمها. مين باباكي؟ لا عم سامي جارنا. عشان احنا عندنا محكمة بقى دلوقتي. يلا يا نحقق معاه الأول يا حاج ظابط. أنا عايز أقول له حاجة قبل ما اتحقق معاه بعد إذنك. يلا روح روح. تعالى بص بص تعالى تعالى يا زياد، وأنت عمال بتقعد تقول ده حرام وده حرام، وأنت كده أهو بتكرههم فيك. قال يعني أنت لما تقعد تقول ده حرام وتقعد تولع وتخرب إحنا هنحبك يعني وتبقى معانا؟ لا مش عايزينك تقعد تخرب، مش عايزينك تقعد تقول ده حرام. ها بص بص، ما دام بابا قال حرام يبقى حرام، مفيش نقاش. في يعني انا كمان حرام؟ كله حرام، لعب الكره حرام اصلا، بتبين الركب والركب حرام. يعني انا كنت عايز ادافع عنك بس انت تستاهل بقى. مش عايز مساعده حد. يا حظابط؟ نعم. آه يلا شوفوا هتموتوه ازاي. يلا يلا. يعني انت مش عايز تعترف؟ لا. مش هتعترف؟ لا. طب خد دي. آه. برضه مش هتعترف؟ لا. هتعترف ولا اقعدك على الخراره؟ ايه الخراره دي؟ انا هجيب اتنين دول سيستيك وكل ووصلهم بويفر فانيليا، احط عصايه تحت لسانك والتانيه انت عارف انا هعمل بيها ايه؟ ايه؟ هبدلها عشان بتكسب. برضه مش هعترف. ايه ده؟ الواد ده مش عايز يعترف ليه؟ يا باشا ما هو اعترف بكل حاجه اصلا. في دبدوبين مقتولين في غيط قصب في الصعيد، والواد ده اللي هيشيلهم. بس احنا ما قبضناش عليه في غيط قصب. ما قبضناش عليه في غيط القصب، كده بقى في غيط القصب. برضو انا مش هعترف، التعذيب بتاعك تافه ومش بيخوف.
يعني ايه؟ طب اختار طريقه. طيب بص، انت تجيب واحده من البنات اللي في الفصل بس تكون عزيزه على قلبي، اوكي؟ وتخلي رجالتك يتهجموا عليها، وساعتها انا هضعف واعترف، او اضعف واساعدهم، مش عارف. لا الواد ده يروح على المحكمه على طول. يلا نروح المحكمه. يلا نروح المحكمه وانا القاضي. يلا يلا انا القاضي اللي هقعد احكم عليه. محكمه سنة حضرت القاضي. يلا هنحكم عليه خلاص. يلا في محامي ليه ولا مفيش؟ نسمع شهادته الشاهد الاول. ايه ده؟ وانت ايه ده؟ انت باباك شغال ايه؟ محامي. ده بتاع ان مصر. ان مصر. عشان كده انت عارف. طيب انا عايز اسمع شهاده الشاهد. اشهد. قول والله العظيم، قول الحق. انا خلصت الكلام اللي عندي يا سياده القاضي. بعد الرغي الكتير اللي هو قاله، احنا هنضطر بقى نقعد نحكم عليه. وبس قبل ما نحكم عليه، ولازم يبقى في واحد مثلا بيقعد يدافع ويقعد يقول يا سياده القاضي. مين هيقعد يقول يا سياده القاضي؟ اشكر استاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي اتاح لي الفرصه كي اعلن كل خطاياي امامكم على الملأ. لقد ادركت قانون البزازات وتفوقت عليه، والأكثر من ذلك رضعت منه واتفطمت عليه. أنا مثال للمحامي الطفل برضو. أنا أكثر تفاهة مما يتخيل الناس جميعا. الناس عارفين عادي يعني. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا. أغيثونا أغيثونا ورضعونا وأغيثونا. يا والله صعبت عليا. تأثرت فيك؟ تأثرت فيا خالص والله. يا حكمت المحكمة على المتهم الطويل جدا بالحرق. هنولع فيه. هنولع. حرية حرية يا جدعان. اسكت اسكت يخرب بيتك. حرية يا جدعان، حرية الحقيني. ايه يا عم، في ايه اللي حصل؟ وانا ماسك البلوتوف وجاي احدفه، راح خبط في الشباك اترد فيا، راح مولعني. حريقه حريقه. اسكت اسكت بقى. الحقيني. مساء الخير، ايه اللي حصل؟ حضرتك انا كنت ماسك البلوتوف وجاي احدفه كده، راح لبس في الشباك وترد فيا، راح مولعني. حريقه. الله يخرب بيتك. حريقه عليك. الله يخرب بيتك. يا شيخ. وحريقه ولا 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 حريقه ولا ولا ولا. ايوه. قولي بقى مساء الخير، ايه اللي حصل؟ حضرتك مين؟ انا مذيع من قطاع التلفزيون. ايه ده؟ مسبيري كلها جايه تطمن عليا. الله. قول لي ايه اللي حصل؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك والله. ايه ده؟ استنوا 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 استنوا، انا هجيبه انا هجيبه انا هجيبه. ايه اللي جابك المسرحيه دي؟ مش دي مش دي. مسرحيات دخلت في بعض كلها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ايوه حضرتك ادوني. استني المبنى بتاعهم. حضرتك اديني 300 جنيه. ها؟ ايوه عشان خاطر اولع في عربيه الشرطه. ايوه. طب ما تاخد 300 جنيه وما تولعش في عربيه الشرطه. لا طب حضرتك ينفع تديني 250 جنيه اولع في العربيه وبعد كده اطفيها؟ طب خد 150 وطفيها. إيه؟ يعني مين اللي هيحاسب؟ اهي هي انت. ايه يا جدعان ده؟ يعني دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انا ما اعرفش، انتوا اللي حفظتوني الكلمتين دول. انت هتعمل ايه حضرتك؟ حضرتك انا اي حد هيجي يولع في عربيه الشرطه انا هولع فيه. انا بقول لك اهو. انت هتولع؟ اللعبه دي وحشه. عارف احنا نلعب عريس وعروسه؟ نلعب عريس وعروسه؟ عروس وعريسه. وانت تلعبي ايه؟ العب عريسه. العب عريسه؟ من عند احمد حسنين. بتقول اي كلام؟ ايوه اي كلام. يلا نلعب. مين احمد حسنين؟ الواد ابو الشعر ده. تلعب انت وهو؟ طب واحنا نقعد نتفرج. ماشي. يلا عريس وعروسه. جنجري بنجري جنجري بنجري جنجري بنجري جنجري بنجري جنجري.
انت بقى عندك نون في بطنك. النونة دي مش نونتي. والله العظيم نونتك. مش نونتي ونعمل لها تحليل دي ان قطن دلوقتي حالا. والله نونتك باينة في السمارة اهي. مش نونتي. نونتك. مش نونتي. بس هسقطها لك. ما تسقطهاش. هسقطها لك. هو عشان امك مدرسة تسقطيها؟ ايوه. انط وسقطها لك. ما تسقطهاش. هو هيتكلم. ما هيتكلمش. هيتكلم. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ليه؟ ما فيهش حجارة. كلها تسكت. ما اسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. اسكتي. هتعمل ايه لو نمت يوم وصحيت ولقيت اقرب ملك في الدنيا مش حواليك؟ تاني نقعد نلعب ايه بقى؟ انا اقول لك بقى نلعب ايه. نلعب ايه؟ يلا نلعب مسلسلات. مسلسلات؟ اه انا بحب المسلسلات. طب نلعب مسلسلات ايه، بتاعت رمضان ولا بتاعت شعبان؟ لا نعمل مسلسلات بتاعت بابا شعبان اللي هو في رمضان، اللي هو رمضان ابو شعبان. ايوه نعمل ده، اللي هو اسمه ابن حلال. ابن حلال؟ اه نقعد نعمل ابن حلال. طب وانت هتعمله يعني؟ انت هتعمله. طب واحنا نتفرج؟ ماشي يلا تعالوا نتفرج. تعالوا نتفرج. انا هعمل دول هلا فاخر. لا انا اللي هعمل هلا فاخر. حنان هتجيب لنا العار يا ام جرجس. سيب البنت تتبحبح. تتبحبح ايه يا وليه يا سفلن؟ بقول لك البنت هتجيب لنا العار. يعني ايه المشكله؟ طيب وانا والله لو في سنها كنت خربتها. خربتيها بشنبك ده يا ام حبيشه. يا ام حبيشه الحقي يا ام حبيشه. ايه؟ في واحد مخبي وشه ومداري نفسه خالص ومستنيكي في الشقه. مين؟ حبيشه. حبيشه مات يا مسكر. لا ما ماتش. مات؟ والله ما ماتش، انا شفت الحلقه كلها على اليوتيوب. حبيشه عايشه وليه يا موزه؟ طب يلا. والمصحف عايش. حبيشه صاحبي. حبيشة؟ ولدي أمي. اتوحشت الجو يا ولدي. اتوحشت الجو يا ولدي. عامل ايه يا أمي؟ الحمد لله. بيقول علي اسود يا أمي وشبع مكباس محروم. ليه يا ام خلفتيني اسود؟ يا ولد احمد ربنا، لو كنت اعتمدت على ابوك لكنت جبت ابيض ولا اسود. عندك حق يا ام. انت ايه الداخلية يا صاحبي؟ الداخلية. الداخلية يا صاحبي. ما تقلقيش. الخارجية يا صاحبي. الخارجية يا حبيشة يا صاحبي. ما تقلقيش يا ام. السياحة. السياحة يا صاحبي. ما تقلقيش انت يما، تعالي بس انت تداري. يا مراحب بالدخلية. ايه يا حبيشة عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ يا عم بس مدوخنا، ادينا جبناك يا عم الصايع. اشهد يا اهل عزبة الصعايدة، الدخلية جم لحد هنا وما عملوش حاجة، عادي. واشهدوا اللي مع صعيدي يتورط
في سجايره هيفرط. صباح الفل يا باشا. الساعة كام يا أم؟ الساعة 7. الساعة 7 ماشي. بقول لك إيه؟ إيه؟ السجاير دي مش حلوة. مش حلوة؟ أنت كنت هتقول إيه؟ مش أنت عايز إيه أنت؟ إيه؟ أنت هتقتلني ولا إيه؟ لا مش هقتلك، بس إيه اللي في إيدك ده؟ ده مسدس. المسدس حرام. يا عم ما تجنناش. الساعة 7 يا ولدي. الساعة 7؟ الساعة ساعة حج. مش هتموت يا صاحبي. مش هتموت يا عبيك يا صاحبي. عاصم يا مسكر. عاصم يا مسكر. انا اول ناس يا عبيك. عاصم يا مسكر. في ايه يا عبيك؟ في ضرب نار يا غبي. ما تقول كده يا حمار. انا حبيشة يا صاحبي. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. ايه يا مسكر؟ الحمد لله على السلامة. طب ما متش؟ لا الحمد لله. طب ماضي كام حلقة؟ 30 حلقة قاعد متناسي. يخرب بيتك. خد اشرب شاي روى مخك يا صاحبي. ايه ده ده ضلع؟ انا مسكر. اتدلع يا حبيش اتدلع. خلاص طالما غيرت الاحداث يبقى انت اللي هتيجي معايا الكباريه. هاجي ما اجيش ليه؟ بقول لك ايه يا امه؟ ايوه يا ولد. هات مسدس غير ده. خد يا ولدي. لقيته حنان يا حبيش؟ ايه؟ اغسل عارك وهتهلا مل عيني منيه. ماشي؟ بتخوفيني ليه يا امه؟ بتخوفيني ليه؟ يلا مسكر. يلا يا صاحبي. حبيشي؟ يعني بعد ده كله ماتت من الخضة؟ ايه الغباء ده؟ تعال مسكر شيء. نعم. اشيل ايه يا حبيشي؟ انت اتجننت في مخك يا صاحبي. اشيل ايه يا عم؟ خد اكتب الرقم ده. قول 0 1000. 0 1000 2000. ده رقم ايه؟ الونش. انت جاي تهرب.